شبوب هو يقف اليوم وراء شنو؟ وراء كل حاجة تنجم تصير في البلاد. آخر الاتهامات كانت بأنه ناس تابعينك في وزارة الداخلية هما اللي قاعدين اليوم يحركوا في الأمن، والأمن الموازي موالي ليك. هالاتهامات هذه شنو السبب نتاعها ساعة سي سليم؟ مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين كاتفام. الإشاعة يعني مش جديدة بالنسبة لي أنا، الإشاعة تلحقني من يوم توليت رئاسة الترجي، وتهمت أنا ذاك بتوظيف جمهور الترجي لبناء حزب سياسي يكون أنا معناها الزعيم بتاعه. التوى اللوج في الحزب هذا، وأنا عمري ما وظفت جمهور الترجي إلا لمساندة الفريق، وما كان عنده حتى نشاط سياسي ولا كان يساهم في أي عمل بتاع الحزب الحاكم آنذاك. والعلاقة هذه اللي نسبوها لي وترت العلاقة مع عدة جهات في تونس، وانا وقتها مانيش فاهم، معناها ما نجمتش كيفاش نقنع الناس، ما عنديش حتى وسيله، يا ناس راني ما عنديش خلفيه، راني انا انسان رياضي ونحب الرياضه، وبالعكس انا ما نحبش انه السياسه تختلط بالرياضه، واللي قاعد نشوف فيه في تونس اخترق بشباههم في السنوات القادمه الرياضه، يعني اندساس السياسه في الرياضه. معنى انت توقع تقصد سيد سليم الرياحي و النادي الافريقي؟ ما نقصدش سليم الرياحي، النادي الافريقي. ايوه، عائله كبيره برشا، والعائله الكبيره ديما عندها ماليها. وانا سعيد منذ كنت محب في الترجي، وقت اللي حاولوا يخترقوا الترجي وقفنا الكل ورفضنا ان يتم اختراق الترجي من الجانب السياسي. زيها الترجي في السابق معانات من تعيينات هذه السياسيه، فبالتالي سي سليم الرياحي بالعكس مرحبا به. معناها الجمعيات الرياضيه ديما في حاجه للمال، سياسه تختلط بالرياضه راهو تولي قنبله موقوده على الناس الكل. يا ريت سي سليم الرياحي يجعل حد بين الحزب السياسي نتاعو، هو حر معناها كرجل اعمال شيء يعمل السياسه، وحر كذلك كرجل اعمال يدعم الفريق نتاعو اللي يحبه، لكن راهو بين هذا وذاك راي حاجه بسيطه برشا، والخلط ينجم يتم في اي وقت. فكر القوس هذايا فالاشاعات، نرجع للاشاعات جوست مون. فرحت انا بعد الثوره، فرحت اللي الاشاعات ولات ما عادش تهمني انا ولا تهم النهضه، ولات كل حاجه كانت مثوله وقتها النهضه اي، قلت الحمد لله نرتاح. توا رجعت الاشاعات من جديد. بالنسبه لموضوع الجامعه وما تم التصريح به ما يهمنيش برشا، الحق كل ما نقوله انا يلزم الخروج من ثقافه البحث عن كبش الفداء على المسؤول ان يتحمل المسؤوليه نتاعو. اذا اقتضى الامر عند الاخفاق يقدم الاستقالة. قال شو اللي فيه؟ هو ثم إنسان معناها مكتوب له النجاح 100%، وهو عمل. إذا اللي تقلقت برشا من تصريحات سيد وزير الرياضة، تقلقت برشا من تصريحات سيد طارق ذياب؟ أنا ما تقلقتش من الاتهامات هذه ولا من التصريحات، يعني نعتبر روحي وتشعر أني كوليت ككابوس للناس هذوما ولا هاجس، فهمتني، وليت نخوف وما فهمتش علاش. المواطن في الشارع اليوم سي سليم يسأل شنو طبيعة علاقة سليم شيبوب بوديع الجري؟ هذا سؤال سي سليم يطرح. وديع الجري نعرفه، وديع الجري اعتبرته ونعتبره لحد الآن صديق. أيوة. وديع الجري مثقف وأصيل وأحد أبناء الجنوب معناها الأفذاء. يبقى مدام سألتني على الرأي العام في وديع الجري، ونحترم يعني الموقف نتاعه، جاء أبو ظبي هو المنتخب في زوز مناسبات، وجاء في مناسبة أخرى يظل لي وحده على خاطر تم شكون قال لي راه جاء معايا فلان في الطائرة ما كلمنيش. وقت اللي جاء هو مع المنتخب كان يسكن معناها على بعد 100 متر من المكان يسكن فيه أنا، وقابلت أنا الملاعبية قابلتهم يوم الجمعة في الصلاة بس. وديع الجري ما كلمنيش وما جانيش وما لهموش، نفهم وضعه ونحترمه. ما كنتش على تواصل الان يعني لا بالتليفون لا بالانترنت لا ابدا شيء. ابدا. ونقول له ارتاح، راني ملومش، وراني ديما انا نحاول نفهم العباد اكثر من اللي نحكم عليهم، نفهم وضعه نفهم كذا. لكن وانه يقولوا نسير نبيل معلول، تعرفوا اللي انا علاقتي في وقت ما كانت فاتره معاه، نبيل معلول عمره ما كلمني باش يقول لي اش نعمل اش ما نعملش، عمري ما كلمته. انا نستغرب من وديع الجري وانه ما وضحش الجانب هذا. على وديع الجري ان يرد على الاتهامات هذه بدون ما نلوجوا على البوليميك، ما نحبوش انا يعني اتعارك مع وزير الشباب والرياضه ولا يتهموا ولا يشتموا ولا حاجه. لا، تونس في حاجه للرياض وفي حاجه للتهدئه، بس للراي العام يوضح ويقول الراي. الاتهامات هذه غلطه لاني لست على اتصال في سليم شيبو، ما عنديش به صله، ما كلمنيش ما تدخليش، وسكوته يعني اني انا باتصال به واني انا نتدخل في امور الجامعه. هذا الشيء اللي ألمني، كنت نترقب وانه يفند الشائعات هذه باش كل واحد يشد مكانه.